عليكم حبايبنا واخواتنا. النهارده بقى رحلة فن، يعني ايه؟ هناخدكم بقى لبيكاسو والحاجات الجميلة للناس الرسامين. زي ما انتم شايفين دي مكتبة في السويد، وبيعملوا فيها قاعة هوريها لكم دلوقتي هنخشها. وأي حد من الناس اللي في المدينة ليه في الفن، لوحات، مشغولات يدوية وبتاع، بيعرضها في قاعة أثناء الوقت بتاع المكتبة فري، ما حدش بياخد منه أي حاجة. وهو بعد كده لو عاوز يعني يحط حاجة في زي تبرع للمكتبة كان بيها، ما فيش خلاص. لما تشوف كده ناس بتعرض الحاجات بتاعتها، وحظنا حلو. أنا أعرف واحدة من الفنانين اللي المشتركة في المعرض دوت النهاردة، فخش نعمل معاها انترفيو. ربنا يسر كده نقدر نوصل لكم معلومة، أو في ناس تكون متابعانا ليها في الفن تقدر تتعرف على الحاجات الجميلة دي. لأن بصراحة أنا حاسس إن أنا يعني ماليش غير في، على رأي حد من أصدقائي، أنت بتاع سكر وشوكولاتة، ما تتدخلش في اللي أنت فيه. بس طبعا إحنا وعدناكم نجيب لكم أي حاجة جديدة ممكن تلاقوها مفيدة، فتابعونا بقى، ما تنسوناش في التعليقات لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلوا كل جديد، وإن شاء الله تنبسطوا معانا في الرحلة الجديدة دي. يلا نخش نشوف القاعة بتاع المكتبة، ودي واحدة من الفنانين اللوحات، وهنخش نعمل معاه انترفيو. خليكم معانا. السلام عليكم. النهاردة في جاليري أرت الفنانة ليلي، هنعمل معاها انترفيو ونسألها ونشوف المعرض، وبعد كده هنشرح لكم كل صورة ايه هي كانت تقصد ايه. ستارت، وات از يور نيم؟ ماي نيم از ليلي شالوت لافا شانيل. اسمها ليلي شالوت؟ يس. هي من السويد؟ سويدن؟ يا ام فروم سويدن، فروم غوثنبورغ، اند اي ريلي لايك يو تو بي هير بيكوز ام فيري فوند اوف ايجيبت اند ام فيري فوند اوف كايرو اند ام فيري فوند اوف فود اند اي سو يور وندرفول ثينجز ان YouTube and in Facebook, of course, and now I know Karen as well, and she's very interesting and very beautiful woman. I'm so glad that you have your together in lifetime. Yeah, that's great. Good. هبدأ أقول هي ليلي بتحب مصر جدا وزارت الأهرامات، سفنكس، بيراميدز، وليها ذكريات زارتها مرتين. وهي معجبة، شافت الشغل بتاعي قبل كده وشافت الفيسبوك واليوتيوب بتاعي، فهي يعني بتقول يعني معجبة شوية بالشغل بتاعي. فطبعا we have the similar art. Your art is painting and I paint by chocolate and sugar. So we have the almost the same. Fantasy is very important, just to express oneself and make beautiful things that makes a life very wonderful if you can do what you want to and make good times every minute in your life. That makes you very happy. Yes, that's good. I think so. هي بتقول إن هي الفن ده أو الرسمة بتعبر بيها عن نفسها، وإن دي حاجة جميلة تطلع مكنونات داخلك وتوري الناس الجمال اللي أنت تقدر بتشوفه. لحد هنا we started to explain like. Yeah. All right. It's perhaps very difficult to do because my paintings are three paintings. Okay. And then I do my silver things here. Okay. Let's start with this one. That is a dragonfly. It's a dragonfly. التنين الطائر. When you're painting, what is the inspiration? That is an expression of just to fly and to go away to the light, to the sun, perhaps. Give me time to explain. I have to translate. All right. هي بتقول إن هي دراجون فلاي أو التنين الطائر، إن هي بتعبر بيه إن هي إن هو بيطير لفوق، بيشوف آفاق جديدة. فده المهم من اللي هي بتطلع ما داخلها، اللي هو بيطير. Let's see the other one. The other one is against the light, and you can see the person there riding in front of the light, and they're going to the light, or a king or a queen, they go with a horse to the light here. هي بتقول ان هو ده ضد الضوء، ان في انسان واقف بالظل بتاعه مخبي الضوء،
وان في حاجات كده طالعه واشاعات. طبعا انا مش فاهم حاجه، بس بحاول اشرح لكم وجهه نظرها، ممكن يكون حد من اللي بيتابعونا شايفها. And here, that's a rain from outside of a window. The rain is pouring down. دي جايه من المطر من خارج النافذه، يعني هي من جوه ودي النافذه وده المطر اللي نازل عليها. Yes. Yeah, that's great. That is great. Can you see your other job? Oh, my other job. Thank you. And here is my other job. I love to make silver things and with special stones. هي بتحب تعمل مشغولات فضية مع أحجار خاصة. What is the name of this stone? The stone is the Swedish. It's called the Swedish stone because it's a rest product from iron making. Iron. From iron making. Yes. ده حجر باقي من صنع الحديد. Yes. وده مشغولات فضية. And most fantasy things, and I think silver, to talk is silver, and to be quiet is gold. So I like very much the silver character. هي بتحب ان السيلفر، ان بتقول ان هو في يعني مش زي الذهب. الذهب هو اللي شائع، بس هي بتشوف ان السيلفر ده حجر نفيس. ولو احنا فاكرين، لو احنا الفراعنة باي ذا واي، ده ايجيبشن فيرو، they بوز ذا سيلفر مور اكسبنسيف ذان ذا جولد ان ذيم تايم، بيكوز ذا سيلفر از مور فاليو. اند ايفن اف يو نو ذات اف يو هاف اني ستومك بروبلم اند يو كان درينك ويز كاب سيلفر كاب. Yes. And in 1 month maximum, if you have any problem in your stomach, it's finished. Fantastic. أنا بقول لها إن الفراعنة كانوا زمان بيعملوا إن الفضة كانت أغلى من الذهب أيام الفراعنة، وإن في أمراض كتيرة في المعدة، ده كرحة المعدة والقولون الحاجات دي. لو أنت قعدت تشرب من كوباية فضة، يعني أنت بتعبي كوباية من الفضة وتسيبها فترة، ويعني تفضل باستمرار تشرب من كوب من الفضة، وهي مذكورة في القرآن. طبعا مش هتدخل، ان انا مش خبير قوي، او مش هدعي ان انا اعرف حاجة في القرآن، بس هو بيقول لك وآنية من فضة. فأي حاجة ان الشرب بتشربها من فضة، ثبت علميا ان بعد فترة قرحة المعدة وأوجاع القولون كلها ان شاء الله بإذن الله بتخف. This is wonderful. I really enjoy. Thank you very much. I'm so proud that you are my friend. And I'm so my proud. Sweetheart. Wonderful and to see you. Thank you wonderful. So much. And I try to find the name. By the way, anybody from Fergani family Fergani. In Egypt, please contact me. Thank you very much. Thank you. دي جولة في بقية المعرض. دي لوحة. طبعا اللي انتوا شايفين، انا طبعا انا ما حد الفنانه اللي عملتها مش موجوده، فانا هشرحها لكم على قد فهمي. طبعا دي في ناس عريانه وفي حمار، لو انتم شايفين في حمار، هو واحد راكب حمار. فانا بعتقد ان الصوره دي يا في اليونان يا في قبرص، لان هم مشهورين بالحمار الحصاوي او جزيره سانتوريني. دي طبعا انا شايف ان فيها دي زي عمود النور، وده في قارب في نهر ومطر نازل، والخلفيه ممكن مبنى او قصر، وفي الفنار. طبعا دي مش عاوزه شرح، دي مارلين مونرو رائعه السينما الامريكيه الاسطوره. بعد كده دي لوحه تاني، انا طبعا مش فاهم فيها اي حاجه غير اللون الازرق، ممكن تكون فراشه لان فيها زي جناح فراشه فوق، وممكن يكون حاجه تاني الله اعلم. وفي لوحة هنا جميلة قوي، مش فاهم فيها أي حاجة، بس ممكن حد من اخواننا اللي متابعنا يكون بيفهم في الفن الجميل ده يشرح لنا في التعليقات تحت. وده طائر، مش محتاجة يعني ذكاء. ودي قطة بس فيها حاجات كده، الخطوط زي الحمار الوحشي أو حاجة زي كده. محدش يتريق يا جدعان، أنا دي مش تخصصي، أنا حلواني. ودي فراشات طايرة. وهنا هو اللوحة دي طبعا معبرة جدا، ده اللي انا شايفه جدول في النهر، فممكن يكون هي بقى يقصد بيها حاجة تاني. ودي ممكن كانت اللوحة مكسورة وحد لحمها
الله اعلم بقى، ممكن يعني انت تتخيلوا معايا الموقف دي بقى اللي عجباني قوي، دي امواج بحر يعني، دي انا فهمتها لوحدي محدش فاهمها لي. اما ده كوخ، كوخ في مزرعه، ودي العاصفه اعتقد، هذا ده بيت واحد، وهنا اهو بيتين بيتين، وده برضه في العاصفه الدنيا بتمطر. اما دي بقى يعني اي حد خبير ممكن يشرح لنا، عشان انا مش مستوعب اي حاجه خالص. لكن دي زي ما انتم شايفين حاجه جميله قوي، دي وش طبعا معمول من الازاز وزي لوحه جداريه كنت علقها في المنزل. اما دي بقى ايه اللي ايه، عسل عسل خالص طبعا، انا مش فاهم اي حاجه فيها، بس ممكن يكون فن بقى عظيم وحاجات زي كده، انت عارفين الناس العظماء دول محدش بيفهم. دي صوره تاني، ده نسر بيطير بيرفرف بجناحين. دي اللوحه ديت طبعا قارب على المرسى، مرسى نهر اكيد، ان هو في بيوت خلفيه. ودي غابه مش محتاجه ذكاء. اما دي بقى ايه يعني، انتوا بقى اللي تقولوا، اللي فاهم حاجه من اللوحه الجميله دي بقى اشرح لنا. لكن دي طبعا يعني دي مش محتاجه اي شرح، دي مفهومه طبعا، صح فاهمينها صح، انا مش هشرحها. اللي انا شايفه ده ان هو مكعبين ثلاثه، وفي حاجه صفرة ونقطه حمراء فوق، ممكن يكون بيدي ابعاد طبعا، ايه استدراكنا الطيب الغلبان ده مش شايفه. دي اوضح حاجه بقى، ادي طائر على فريم على برواز، عليه جواه طائر بيطير، ويعني اهو تبقى مفهومه ممكن تفكر فيها. اما دي قطه في الغابه، ده ما انتوا شايفين قطه في الغابه، وفي عصافير او طيور. ودي بقى يا مزاجه يا مزاجه، قطة قاعدة على المرجيحة وقطة تانية بتتفرج عليها بتغازلها، أعتقد كده ممكن. لكن دي بقى ده التحليل بتاعها، إن العصور الوسطى أما تخش في العصور الحرمة بيطلع الشفق، أما بيخش في الغسق. وأنتوا بقى تخيلوا المنظر الجميل ده، تمام. أما دي بقى إيه، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شايفين الجمال، شايفين الفن، شايفين الفكرة بتاعت الصورة اللوحة الجميلة دي. طبعا عشان هي جميلة جدا وسهلة فمش هشرحها لكم، هخش على اختها. تحس ان رسمهم واحد يا اخي، سبحان الله. هلو هلو سي هلو، ثانك يو. طبعا هم ناس طيبين، هم شافوا شغلي بقى بالسكر والشوكولاته ففاكريني حاجه كبيره، فما عرفوش اللي انا طبعا ايه، ما اعرفش اي حاجه في الحاجات دي. اما دي بقى اللوحه دي، ده اعتقد ان دي ده افيال تحت بتفلهم، وده عصافير طايره فوق، وده جبل ودي شجره، يعني هو الواحد بقى يفهم في الفن اهو. اما دي بقى ايه، قول يا شيخ، في اللي هو الدب اللي فوق ده ممكن يكون دب، وفي دب تحت وابنه او بنته قاعدين مع بعض، ودي شجره جميله. اما دي اخر لوحه طبعا في المعرض، دي اعتقد ان هي بركان، لا ده جبل عشان في ناس ان هو طالعه تتسلقه. تشيرز، ثانك يو سو ماتش، يلا اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين.